اليوم هاي آخر أكلة راح أسويها بعام 2020. أسوي أكلة المنسف، بس مو المنسف الأردني، المنسف اللي خاص بي أنا. طبعا أنا سويته قبل كم سنة وما عرفت شو أسميها هاي الأكلة، فسميتها منسف. بعدين اكتشفت في فلسطين اكو مناطق في فلسطين يسوون نفس الاكلة، بس والله ما كنت ادري بيها بان يسوونها في فلسطين، بس اكلة كلش طيبة وسهلة. هذا لحم وشوية كركم وكاري وشوية بصل، راح افوره هذا اللحم اخليه فور فور واحد وادب الماي مالته، بعدين اسلقه اسوي مرقة السلق وراح تشوفون ان شاء الله. هسه اللحم راح ادب الماي مالته، هذا الفور الاول، وبعدها راح احمس الماركه. اوه هسه بس شويه، مشكله ما عندي ستاند للتليفون بس قاعد اصور. شوف التليفون شلون ناجح، خلي ماي هاي اخر اكلة نسويها ب 2020، نودعها بالمنسف، نطبق نحط لها بعد ماي، خلي ماي اعلى من اللحم، نطبقها وتذهب. خلص هسه هنا المرقة استوت، هذا اللبلبي هم مستوي واللحم هم اللحم كلش مستوي. خليت من فوق وهذا هو المنسف طريقتي. مرات واحد اذا يحب يخلي كشمش، اختيار الكشمش، اذا واحد يحب يخلي كشمش. نخلي شوية كشمش، طبعا انا احب الكشمش، اخلي نص فترة الاستاو اخلي الكشمش، اخليه يطب يطلع طعمه كلش طيب. خلاص اتركها على نار هادئة لحد ما استوت كلها. وهاي هنا كمل المنسف، هسه بس راح اقلبه بالجدر بالصينية. وهاي كمل المنسف، آخر غداء ب 2020. المقبلات، سلطة الرمان، سلطة الرمان وسلطة المكرونة. هنا عندي جاجيك، خيار مبروش وفلفل وشوندر وصوص.